يلا اتصل، دبر لنا حجز هلا، احجز لنا على اول رحله بسرعه، والا لبيسان لا تتصل فينا ونحن هنيك، ما بدنا نطلع بسواد الوش قدام الجماعه، فهمت؟ انتشرت بالجرايد والانترنت، لازم شوفك ضروري. تركوا البيت وراحوا. إن شاء الله الله لا يوجه لك الخير يا منير ثلجي. معقولة في ناس بتحقد هيك؟ لك قلي شو عملوا لك؟ كل هالسنين وانت حاقد عليهم لبيت رشدان. متأكد من الخبر، أنا مصادري ما بتخزلني. ومين بيكون مصدر هالخبر؟ ها؟ بالله قلي مين هو؟ بعد شوي بدك تقول اسمه، غصب عنك رح تقوله، والله شي بجنن يعني. البنت عطت افادتها للشرطة وفي تقرير من الطبيب الشرعي كمان. لا تعصب اخي، كل شي ببين قدام القاضي. ما فيك تنشر اخبار على كيفك، الشغلة مانا سايبة، هذا اسمه تلفيق وكذب. صراعتها رح سكر لك الجريدة، ورح اخرب بيتك انت والمصدر تبعك هاد. تفضل. سوق يا ابني سوق. مصطفى ابني بترجاك لا توقف. يا مدام، يا مدام، شو بدك؟ جوزك ترك لك أماني تحت وطلب مني طالع لك إياها. ليك على التخت.